انا هقول لك على حاجه. اتفضل. كتير قوي كانوا متوقعين ان الزمالك يخسر ماتش بيراميدز. مظبوط. الناس كتير رايحه عارفه ان ممكن الزمالك يخسر. وكلنا كنا متخوفين. ولكن اللي شفناه لا، انا شفت امبارح ماتش مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وتشيلسي. وتشيلسي 4-4. انا شايف ان ماتش الزمالك والبيراميدز كان تقريبا زي او احسن من رايي. ان الماتش بتاع برضه يعني ماتش كان حلو بتاع انجلترا. بس ماتش الزمالك ما كانش حد متوقع. ف بيبقى العمليه ان جه مدرب معتمد، جه هو انسان صوته هادي فطبعا بيتكلم من نواحي النفسيه مش صحيح. اكتر صحيح. وانا مش هقول لك ما كده يكسب ولا صحيح. فهو الاداء اتغير عند اللاعب المصري بالمره، عند لعيب الزمالك بالذات في الماتش ده بالمره. وكان اداؤهم بصراحه يعني فرقت معاهم الحته المعنويه. الكابتن معتمد طبعا جمال عملها، حافظوا على هم حبوا هم كمان عايزين يحافظوا على وجههم زي ما بيقولوا، لان الشكل العام قبليها باسبوعين بتخسر. صحيح. فطبعا اللعيبه حصل لها حاله نفور في الماتش ده. لا انا برضو لعيب الزمالك يعني مش طبعا لا تقول لي انت بلد ترشيحات. الجماهير برضو يعني الحاجه اللي بتعجبني في جماهير الزمالك لما بيبقى في انكسارات ليه بيزيد مش بيقل. ايوه صح. وبتلاقيه بيحضر يعني الماتش اللي فات بتاع بيراميدز، انا بقول لك كتير قوي الناس كتير قوي كانت متشائمه انها هتخسر، ورغم كده انت رايح بالالاف بس الناس رايحه وبتتفرج وبتشجع، ودي حاجه بصراحه على دماغنا يعني. جماهير الزمالك دي فعلا على دماغنا طول عمرها. صحيح. في ظهر النادي صحيح. ويعني ما شاء الله يعني. صحيح.